المشاهدين يعطيكم العافية. طلعة جديدة اليوم إن شاء الله، موقع جديد أول مرة بجيله بالفجيرة هون، فإن شاء الله هيك تكون طلعة موفقة، ونطلع أصناف جديدة وأنواع جديدة. دخل شوي كانت هيك مدرجة يعني في موج، بس الأمور رواق الحمد لله. يلا ليتس جو نجرب موقع جديد كان جديد هيك، ان شاء الله يكون في سمك في اكشن في حبش تكنات. على الله ليتس جو. بلش من هناك قصص اشتغل عليها، شوف شو الوضع. عم بزيد العمر، صار 24. شنو هذا؟ يلا هينا قربنا نوصل. والله هاي الشباب شكلها مش صخورة، هاي كلها براميل. شكله هاي قرقير هون يمكن. جولة اتليست. وانا جاي على الطريق شفت هيك زي نفس الشيء شط هيك، بس قدامه جبل صغير. والله كنت بدي انزل هناك بس ما بعرف يعني مسموح مش مسموح، بس هون الشباب بيجوا عادي. والله هاي كلها قراقير شكله. يا سلام، معناته فيه هون سمك. شكله اليوم ولا فايت، هناخد ان شاء الله ناخد فايتات ونطلع شيء ان شاء الله. في هناك كمان ممكن اروح اجرب هناك على الاخر. شوف 27 متر، انا بالخط شكله فيش عندي 100 متر راح يخلص خلاص. يا رب. ايوه كده يا وديع. اوهو والله مشوار ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شنو هذا؟ سلطان ابراهيم عود يا ابوك. يا سلام يا سلام، سلطان ابراهيم رتج بس ولك. ولك اسكت شو ضيع القوعة. ماشي ما شاء الله. هيك لقدام شوي نرجع.
جرب. ايوه هاي كم كم هير سلطان ابراهيم سلام. بس شو مش يا سلام يا سلام. هو حجم كويس جميل. سلام على الفراولة. دار 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 بس. ايوه اشتغل الصيد. ايوه يا هاي القوعة مرة اخرى ان شاء الله. هي خلاص انتو اثنين. وين يطلعوا يا زلمة؟ بسم الله. ايوه يا سلام. جميلة هاي. سلطان ابراهيم منيحة. سلطان ابراهيم مرتب. غدانا اليوم سلطان ابراهيم. بوي اوه قوية هاي. فلتت فلتت يا الله. هاي كانت قوية والله. حرام هو نازل اخذها. حرام ايوه ايوه ما نقوى عصارك وراي. شو صار؟ كيف هيك هركز انا؟ شو هذا؟ ليش هيك؟ وقتك هسه؟ حرام. شو هاي السمك اللي اخذته؟ هركزت الدنيا. حطها هنا. هاي يمكن. حرام والله كانت قوية اللي سحبتها.
اوف شباب اوه قوية هاي قوية. تعالي سلام. شوف السلطان ابراهيم راحت ما شاء الله. قوية ما قوية كانت انا قوية الله كبيرة. خطر تعليق شكلي في زي سلل هيك شايفين صخور او سلل شو بعرفني شو هاي. ايوه يا سلام يا هاي جيدة. سلطة ابراهيم اذا بكل حمي فلات الله شو هذا المسكرة يا شباب. يلا صايدو صايدو يعني تنزل هاي بسم الله ما شاء الله فلت. هلا بالشباب يعطيكم العافية. اعتقد خلص يعني حاول بما فيه الكفاية. كان بس هيك طلعة سريعة يعني على الخفيف. هلا راجع فبدي انزل اللور وهذا تبع اللور تبع الكاستنج انزل وامشي عبال ما اوصل. ان شاء الله اذا ضرب شيء نصور لكم. ما ضرب شيء نراكم في حلقه قادمه ان شاء الله. وهينا بنحاول نعمل طلعات صيد حلوه بس فيش هال مش عم يزبط معي كثير صيد هالفتره. بس ان شاء الله ان شاء الله بضرب معنا شيء. يعني اليوم كم مره؟ 3 مرات وهي نازله سمكه تضربها. بس ما بعرف هذا جش وهو على الاغلب جش مش جش. هذا الصال لو هاي القصص ما بيمسك ما مسك يعني 3 مرات ما مسك. وات تو دوز. يلا ان شاء الله طلعات الجاية نكون موفقين اكثر ان شاء الله. ليتس جو على السيارة.